السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب ويس أمجد العدالي. سنتعرف اليوم عن المصدر الثاني من مصادر الطاقة المتجددة، وهو طاقة الرياح. الطاقة موجودة من حولنا وقد شكلت مستقبل العالم، وهي حقا مذهلة. الطاقات كثيرة وطاقة الرياح واحدة منها. لعبت الرياح دورا طويلا ومهما في تاريخ الحضارة الإنسانية، حيث كان البحارة القدماء يستخدمون الأشرعة لاستخدام الرياح للإبحار حول العالم. ذلك الاكتشاف حقا ذكاء بحد ذاته، يستخدم لتوليد الطاقة. في عام 1888 اخترع العالم تشارلز بروش الطاحونة لتوليد الكهرباء من خلال استخدام طاقة الرياح. طاقة الرياح هي مصدر من مصادر طاقة متجددة، وفيها تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. استخدامات طاقة الرياح: أولاً، تحريك السفن الشراعية. ثانياً، تضيء المنازل والموانئ البحرية. اختيرت الطفيلة لإقامة أول مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح من دون أي ضرر بالبيئة. تحول الطاقة بالمروحة الهوائية من حركية إلى كهربائية. هيا يا أصدقائي كي نشاهد معا فيديو جميل عن طاقة الرياح. الإنسان يستخدم الرياح لأغراض مختلفة، ولكن من أين تأتي الرياح؟ تقوم الطاقة الحرارية المنبعثة من الشمس بتسخين الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير متساوية، فالهواء الذي يعلو المناطق الحارة يتمدد ويرتفع ويحل محله هواء من المناطق الأبرد. تسمى حركة الهواء هذه بالرياح. إذن كيف يمكننا استغلال الرياح في توليد الطاقة؟ إن التوربين من أهم الوسائل لتحويل الرياح إلى طاقة. فحينما يدور التوربين يدور المحور داخل علبة المسننات، فتزيد من سرعة دوران المحور، والذي بدوره يقوم بإنتاج الكهرباء داخل المولد. إن توربيناً واحداً بإمكانه تزويد ما يقارب 300 منزل بالكهرباء. تخيل مزرعة مليئة بالتوربينات، فكم من منزل يمكن تزويده بالكهرباء؟ كان معكم طالبكم المحب لكم دوماً ويس أمجد نصر الدين العدالي.